اهلا بكم حفيد الدراجي او غلام الجنرال توفيق يخرج من صمته ومن جحره وينفث السموم ويبلغ الرسائل من اولياء نعمته من الجنرالات الف الصياح كما الفه واحدث الضجيج حينما يعلق على مباريات كره القدم على بين سبور شطحته الأخيرة ومهاجمته لجميع مكونات الشعب المغربي لم تكن إلا تصريفا لجبل من العقد منها ما هو ذاتي ومنها ما هو شخصي يتجلى في نبذه من طرف زملائه في القناة القطرية والتهكم عليه وهو الذي يريد أن يلعب دور الناصح الأمين في حضرة من يعرفون عورته وسوءته بكل التفاصيل عقده الشخصية لم تتوقف عند هذا الحد خصوصا إذا عرفنا أن المغاربة العاملين بالقناة هم من اكتشفوا ميولاته الجنسية الشاذة مما جعلهم ينفرونه ويتقززون عند سماع مواعظه ودروسه في الأخلاق والقيم عقده ستزداد شرارتها وتتضخم حينما يلاحظ شعبية وطيبوبة والسمعة الحسنة التي يتميز بها أقرانه من أبناء المغرب العظيم في القناة وهم يشتغلون بكد وبجد وبما أنه بيدق من بياذق أحد الطيارات العسكرية الجزائرية فإن هاتفه يبقى في حالة تأهب في انتظار وصول إشارة من أسياده هناك لتنفيذ المهمات القادرة بمكر كبير مستخدما تارة كرة القدم وتارة الشعب الفلسطيني وتارة أخرى إسرائيل وخصوصا المخزن المغربي على حد قوله الشماعة الجاهزة لتبرير الفشل أو حتى الظهور بمظهر الضحية والمظلوم الأخبار القادمة من بلد المليون شهيد تؤكد أن السبب الرئيسي لمغادرة التلفزيون الجزائري لم يكن سوى انفضاح أمره أخلاقيا حينما عرف الجميع علاقاته وميولاته الجنسية الشادة والتي يحبذ أن يكون مفعولا به بل ويؤدي ثمنا من حر ماله في سبيل إشباع حاجاته الله يسترنا دنيا وآخرة الله ينعلم يحشم المشاهدين تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديرو جيم